ذو الأرجل الطويلة، حكاية من التراث الأمريكي، الجزء الأول. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك بيت كبير. يقع هذا البيت في شارع ماديسون في نيويورك. كانت تصل هذا البيت رسائل عديدة، وفي أحد الأيام وصلت هذه الرسالة. صباح الخير سيدي، لقد وصلت هذه الرسالة من الأنسة جيروشا باسم السيد جون سميث. جيروشا من هي؟ لا أعرفها. سيدي، أنت تدفع مبلغا كبيرا لهذه الفتاة كي تذهب إلى الكلية، فكيف لا تعرفها؟ إني أدفع أقساطا لمدارس الكثير من الأطفال. لقد سمعت بأن هذه الفتاة وهي من ملجأ جون غرير الذي أنت عضو في مجلس إدارته تكتب إنشاء رائعا، فكيف لا تعرفها يا سيدي؟ ملجأ جون غرير، نعم تذكرت، الأطفال الأيتام يعيشون هناك. لم أقابل الفتاة أبدا، ولكن نعم كان إنشاؤها مثيرا حقا. أعطني الرسالة. عزيزي الوصي الحنون الذي يرسل الأيتام إلى المدرسة، لقد كتبت بضع رسائل فقط في حياتي لأني لا أعرف أحدا أكتب إليه. نعم، إنني طفلة يتيمة مهجورة، وأيضا أنا لا أحب اسمي جيروشا أبوت، لأن المديرة السيدة ليبيت اختارت جيروشا من على شاهد قبر خلف الملجأ. حتى اسمي الأخير أبوت أخذته من الصفحة الأولى في دليل الهاتف. تلك ليست طريقة لائقة لتسمية طفلة، أليس كذلك؟ ما رأيك أنت؟ ولكن هذا لا يعني بأنني لست فتاة لائقة. هذا وأنا عمري 5 سنوات. عزيزي، أرفق لك صورتي. هذه الصورة بينما كنت أنا في 12 من عمري، عندما كنت في الثانوية. أين أنا؟ إني هنا. كلها صور عشوائية، أليس كذلك؟ لو علمت بأن هذا سيحدث لحافظت على البعض منها، ولكنه حدث فعلا ويبدو كالحلم. لن أنسى أبدا ذلك اليوم الأربعاء، كنت أتوقع أن يكون يوم أربعاء كئيب آخر، والسبب في ذلك هو الوحدة يا سيدي. بعد قليل سيستيقظ الأطفال جميعا، وبذلك يبدأ يوم جديد. لازلت نعسانة. اليوم الأربعاء، فعلا اليوم هو الأربعاء. هيا أيها الأطفال انهضوا جميعا، هيا. أني نعسان جدا. أول يوم أربعاء كان يوم زيارة أعضاء مجلس الإدارة. اليوم كل الأوصياء الذين يدعمون الملجأ سيأتون. يجب عليكم أن تكونوا مهذبين، يجب أن يكون كل طابق نظيفا، يجب أن تنظفوا أسرتكم، يجب أن يكون كل شيء نظيفا. جيروشا، أنت المسؤولة عنهم، أنت أكبرهم. ولكن نعم، أنا عندي امتحان. أيهما أهم لك، الملجأ أم المدرسة؟ تغيبي عن المدرسة، مفهوم؟ حاضر. كان يوما قاسيا، أرادت أن تنساه بسرعة، ولكن الأوصياء المهمون تجولوا للتفتيش، وكانت لحظات متوترة. لن أستطيع أن أواجه الأوصياء مباشرة لأني خائفة من شكواهم، خائفة. جيد جيد، إنكم تحافظون على المكان. أخيرا اقتربت نهاية يوم الأربعاء الكئيب. الأطفال يتناولون عشاءهم في غرفة الطعام. لقد استيقظت جيروشا الملقبة بجودي في 5:30 صباحا، واشتغلت طوال النهار ولن تتمكن من تناول أي شيء. هكذا هي الحياة منذ 17 عاما، لقد سئمت. خارج النافذة
سيارات الأوصياء تغادر الملجأ. كم تمنت أن تركب سيارة فخمة وترتدي معطفا من الفرو وقبعة من المخمل. إلى أين ستذهبين يا أنستي؟ إلى المنزل. حاضر يا أنستي. وحلمت جودي بأنها تملك منزلا فخما أجمل من كل المنازل. شكرا جزيلا. ولكن مدى حلمها محدود، لم تدخل أبدا منزلا غير الملجأ. من الصعب أن تتخيل كيف تبدو البيوت الاعتيادية من الداخل. جودي، المديرة تريد أن تراك. المديرة؟ لماذا؟ لا أدري، ربما بسبب موضوع الإنشاء. الإنشاء؟ يا إلهي. لقد عرفت ماذا أرادت. طلبت منها أن تكتب أي موضوع تختاره، ولكن جودي كتبت بعض العبارات السيئة عن الملجأ. وعندما نزلت السلالم رأت جودي الرجل من الخلف. يا لطول أرجله! هذا الحادث الصغير أفرحها، لأن أشكال أولياء أيتام الملجأ غريبة، واندهشت لأن أحدهم كان طويل الأرجل مثل هذا الرجل. لقد أثار شكل هذا الرجل فضول جودي. تفضلي ادخلي. هيا اجلسي يا جودي، تفضلي. هل رأيت الرجل الذي غادر الآن؟ نعم. إنه أغنى أوصياء مجلس الإدارة، وقد أرسل الكثير من طلابنا إلى الجامعة. نعم، والآن يريد أن يرسلك إلى الجامعة. ها؟ ستذهبين للجامعة؟ الجامعة؟ لقد تأثر من موضوع إنشائك، ويظن بأنك موهوبة ويريد أن تصبحي كاتبة. هذا ما قاله وأكد عليه في كلامه قبل قليل. أنا كاتبة؟ نعم. لا أدري ماذا أحب في إنشائك الخارج عن الموضوع. لا أدري، أنت حقا فتاة مزعجة. ولكن هل أستطيع أن أسألك عن اسمه؟ في الحقيقة لا أستطيع أن أقول لك، ولكن يجب عليك أن تكتبي رسالة واحدة كل شهر باسم جون سميث. طبعا جون سميث ليس اسمه الحقيقي، وهو لن يجيب على رسائلك. هذا هو الشيء الوحيد المطلوب منك. والآن أكتب لك هذه الرسالة في القطار في طريقي إلى الجامعة. حسنا يا سيدي، لا أظن بأن اسما مثل جون سميث يليق بالرجل الذي أعطاني الفرصة للابتعاد عن الملجأ. أحب أن أناديك باسم آخر. هناك شيئان فقط أعرفهما عنك. أعرف بأنك غني جدا وطويل جدا، فإذا سميتك السيد الغني سيكون مهينا لك، لأن ذلك قد يدل على أنك مهتم بالمال فقط. لذلك قررت أن أناديك صاحب الأرجل الطويلة. منظر ظهرك باق في ذهني، السيد صاحب الأرجل الطويلة، اسم بيني وبينك فقط. أتمنى أن لا تعارض. أخيرا وصلت إلى المدينة الجامعية. هذه هي جامعتي. أتساءل إن كنت تستطيع سماع دقات قلبي. بالنسبة لي الجامعة بمثابة عالم جديد، لأني لا أعرف سوى الملجأ. ماذا يمكن أن يكون هناك؟
هيا، من المفروض أن تحبي المغامرات. هيا. نعم، وهكذا بدأت حياة جودي الجامعية. أوه حقيبتي. سيدي، لقد وصل البريد توا وفيه رسالة من الآنسة جودي. أها، حسنا، أعطني الرسالة. تفضل يا سيدي. عزيزي ذا الأرجل الطويلة، أحب الجامعة، أحبك لأنك أرسلتني إليها. لقد أحسنت صنعا عندما قررت إرسالي إلى الجامعة. سأظل مدينة لك طوال حياتي. لا تتصور كيف تختلف الجامعة عن الملجأ. أنا سعيدة، سعيدة جدا. تفضلي. أهلا. أوه أهلا. مرحبا يا عزيزتي. أوه أريد أن أذهب إلى البيت، أشعر بالحنين لبيتي. جيروشا، صعب علي أن أقول جيروشا. هل أستطيع أن أناديك جودي؟ جودي؟ حسنا. نعم لا بأس، كنت دائما أكره اسمي. يجب أن أشكر سالي لمنادات جودي، ولكن جوليا مزعجة لأنها دائما تفكر بالأسماء والأنساب العريقة. من أية عائلة تنحدر والدتك؟ ماذا تقصدين؟ معظم الفتيات هنا من عائلات بارزة. عائلة والدتي ترتبط بأسرة هنري الثامن، وأنت؟ هيا قولي. والدتي من عائلة مونتغومري. أوه مونتغومري. هل هي من الشرق أم مونتغومري الغرب؟ لقد أخفيت الأمر وادعيت بأني أعرف أبوي لأني أردت أن أكون مثل الآخرين. من الشرق، من الشرق. أوه إنك حقا من عائلة بارزة. أعتذر من جميع أعضاء عائلة مونتغومري لأنني اعتبرت نفسي قريبتهم. الدراسة في الجامعة ليست سهلة، ولكن الأصعب فترة العطلة. لو كان عندي أخ صغير كنت أتمنى أن يكون أوليفر تويست. حقا من المؤكد سأختار توم سوير. هاي جودي، من توم سوير؟ هل هو صديقك الجديد؟ أنت لست جادة بالتأكيد. لم أسمع أبدا بالأشياء التي تتحدث عنها الفتيات من العائلات الحقيقية، ولكن لم أيأس. منذ ذلك اليوم وضعت إشارة مشغولة على بابي وأخذت بقراءة الكتب بصورة مستمرة. أوليفر تويست، ألف ليلة وليلة، البؤساء، السندباد البحري. يجب أن أتساوى مع الجميع. قرأت وقرأت وقرأت. كتاب واحد لا يكفي. قرأت العديد من الكتب، ولكن قلة النوم تضر. ما الأمر يا جودي؟ حان دورك. هلا يا جودي. جودي. أحتاج إلى شهرين لأشفى تماما. إضافة إلى ذلك عندي التهاب في اللوزتين. إنني في مستشفى الجامعة منذ 6 أيام وفي فراشي أفكر بك كثيرا. هل أنت عجوز أم شاب؟ شعرك أبيض أم أسود؟ أو ربما أصلع؟ أو عندك القليل منه؟ وعندك شارب، أليس كذلك؟ لا أتوقع جوابا، ولكن أتمنى أن أعرف قليلا عنك. إنني بائسة، والذي يزعجني أكثر المطر في الخارج. إني في المستشفى منذ مدة، وعندما أراقب هطول المطر أشعر بالوحدة. أريد أن أبكي.
كيف حالك؟ لا بأس، شكرا لك. تفضلي، هدية لك. هدية لي؟ ها؟ ما أروع! كانت باقة ورد جميلة مع رسالة رقيقة مكتوبة على البطاقة. أوه، ما الأمر؟ لا شيء. بكيت لأني كنت سعيدة. كانت الورود أول هدية أتسلمها في حياتي. سيدي ذا الأرجل الطويلة، لا أعرف كيف أشكرك لأنك جعلت الفتاة البائسة الوحيدة سعيدة. أشكرك من أعماق قلبي بالمحبة الأبدية المخلصة جودي. الوقت يمضي بسرعة، لقد شفيت رجلي تماما، واليوم تم اختياري لأقدم صفي في المهرجان الرياضي. هيا يا جودي. مرحبا، ستفوزين بالتأكيد. استعدوا. فزت، إنني بطلة الصف، إني سعيدة. شكرا جزيلا، ألف بل مليون شكرا لإعطاء الفرصة لأكون سعيدة. سيدي ذا الأرجل الطويلة، هل تعلم ماذا أفعل الآن؟ نعم، هذا صحيح، كاتبة المستقبل الكبيرة جودي بدأت تكتب رواية. ادخلي جودي. هل أستطيع أن أطلب منك صنيعا؟ لدي زائر ولا أستطيع التغيب عن المحاضرة. هل لديك مانع أن تريه المباني الجامعة؟ حسنا، لا أستطيع أن أرفض. زائر جوليا كان ينتظر في قاعة الاستقبال. لقد كان رجلا طويلا، كان هذا انطباعي الأول عنه. إنها صديقتي جودي. اسمي جيرفيس، كيف حالك؟ مرحبا. جودي من عائلة منتجومري، إنها من الشرق يا خالي. جوليا، لا تحكمي على الناس من اسم العائلة. ولكن حسنا جودي، سأراك لاحقا. كانت عندي خبرة في مرافقة الناس والتجول معهم في الملجأ، ولكن أنا متوترة اليوم لأني لم أتحدث مع رجل لمدة طويلة من قبل. لقد استمتعت بالوقت كثيرا. كان السيد جيرفيس إنسانا رائعا، مع أننا لم نتقابل من قبل فقد أشعرني بالارتياح والود، وكأنني أعرفه منذ زمن بعيد. لقد كان يختلف عن جوليا لأنه لم يتباهى بعائلته. ما رأيك بذلك؟ لقد حان الوقت، إن لم أسرع سيفوتني القطار يا عزيزتي. ولكن ألا تريد أن ترى جوليا؟ أستطيع أن أراها في أي وقت، لقد استمتعت بحديثي معك، أرجو أن نتقابل مرة أخرى. نعم. إلى اللقاء. عندما دعاني الرجل لشرب الشاي انتابني شعور غريب، أحسست وكأني سيدة صغيرة. ولكن في أحد الأيام وقبل العطلة الصيفية، ها كيف كان الامتحان؟ لا تسأليني، أكاد أموت من الضيق. لم يكن من العدل أن نمتحن فجأة. فعلا. في ذلك الوقت سمعت صوتها المرعب. جودي. جودي. كانت آخر إنسانة تمنيت أن أراها. لقد استخدمتني مثل آلة في الملجأ. لماذا هي هنا في هذا المكان بالذات؟ لماذا؟ كنت أنظر إلى وجه السيدة ليبت وأنا أتمنى أن أقول لها أرجوك تركيني لوحدي، أرجوك. اغسلي الأطباق، نظفي الأرضية،
هذه السيدة عاملتني بقسوة. ربما أنا جبانة، ولكن لا أريد أن يعلم أحد بأني من الملجأ، لذلك سوف أكلمها. من هي؟ من؟ من يا جودي؟ كانت مدرستي في الثانوية. أرجو أن تذهبوا بدوني، سأذهب لأتحدث إليها إلى اللقاء. مرحبا يا سيدتي. جودي كفي عن هذا. أهلا وسهلا بك. في ذلك الحين رحبت بها بسرور، إني ممثلة بارعة، ولكن كان هذا محزنا. بما أن عطلة الصيف اقتربت وليس لك أي مكان تذهبين إليه، بإمكانك أن تأتي وتعتني بالأطفال في الملجأ. لا أريد. ماذا؟ قلت لا أريد. كيف تتجرئين على قول كهذا؟ لقد نشأت وترعرعت في الملجأ، أنت فتاة عاقة، لماذا ترفضين العودة إلى الملجأ أثناء العطلة؟ هل هذا هو وفاء الدين للملجأ الذي كان له الفضل في رعايتك؟ أنت عاقة. ولكني لا أريد أن أعود، لا أريد. أنت يتيمة وليس لديك أب أو أم، وحقيقة تربيتك في الملجأ ستطاردك إلى الأبد. اذهبي، اذهبي من هنا، لا أريد أن أراك. تصرفت معها بقسوة، ولكن لا أستطيع أن أعود إلى الملجأ، لأني أريد أن أتعلم وأقرأ الكتب، أريد أن أكتب القصص، أريد أن أفعل أشياء كثيرة. عزيزي ذا الأرجل الطويلة، أنا لست فتاة أنانية أو مغرورة، أليس كذلك؟ طلبتني سيدي؟ نعم، هذه الرسالة لي. أعرف الآنسة جودي، بالبريد المستعجل. سأقضي عطلة الصيفية في مزرعة لوك. يا للسعادة، لا حاجة لي بالعودة إلى الملجأ. شكرا، شكرا لك يا ذا الأرجل الطويلة، إنك إنسان رائع، رائع جدا. يا آنسة، هل أنت الآنسة جودي من المدينة الجامعية؟ أها، نعم. أهلا، أنا السيد سيمبل، وقد أرسلت لكي أخذك إلى هناك. هيا بنا يا آنسة إلى المزرعة، تفضلي إذا أردت. أيها السيد، هل قابلت السيد جون سميث والذي أناديه أنا بالسيد ذي الأرجل الطويلة؟ أنا أيضا يا آنسة لم أقابله. ها انظري، كل المزارع المجاورة تخص السيد جون سميث، أنا أرعى مزرعته فقط. انظري كم هي كبيرة وجميلة. جون سميث مرة أخرى، اسم مزيف، تريد أن تخفي نفسك في كل مكان. ذاك هو البيت وتلك هي المزرعة. ما أجملها. المزرعة تبدو كهذا، والإشارة تدل على موقع غرفتي. هذه غرفتي، ما أجمل هذا الكرسي الأزاز. هذا هو أثاثي المفضل، عزمت على أن أقضي الصيف على هذا المكتب لأكتب رواية. كل شيء أسمعه وأراه في هذه المزرعة جديد علي، لم ألمس الحيوانات من قبل، وعلاوة على ذلك لم أتصور أبدا بأن الحيوانات جميلة على هذا النحو. الله. تريدين أن تجربي؟ حسنا، هيا. أقوى أقوى. Oh!
الآن أستطيع أن أركب الحصان بمهارة. الركوب على الحصان في الصباح الباكر حول البركة أصبح عادتي اليومية، ولكن يوما ما كل شيء. هل أنت بخير يا أنسة جودي؟ أوه يا إلهي، هل أصبت بأذى يا عزيزتي؟ يبدو أنك بخير. هل تتذكرينني؟ أجيبي، هل تتذكرين؟ لقد كان هذا الرجل السيد جيرفس، خال صديقتي جوليا. شكرا لك. لدي بيت جميل عبر الغابات. أخبريني، هل تجدين المكان جميلا يا أنسة جودي؟ تمتاز هذه المنطقة في اعتدال جوها في الصيف يا أنستي، ما رأيك؟ ذا الأرجل الطويلة، عندي أخبار سارة لك. مزرعتك تجاور البيت الصيفي للسيد جيرفس. لن أنسى أبدا الأسبوع الذي أمضاه السيد جيرفس في بيته الصيفي، وخاصة عندما تعلمت طبخ الحساء اللذيذ وكان عشاؤنا معا. وهناك المزيد، كان الوقوف على قمة الجبل ومراقبة الشمس وهي تودع الكائنات منظرا رائعا. لقد طلبت من الله أن يوقف الزمن في تلك اللحظة، ولكن سيدي ذا الأرجل الطويلة، لقد غابت الشمس، انتهى الأسبوع الرائع، وقلبي يؤلمني مثلما يفقد الإنسان مكانا أو شخصا أحبه للتو أو تآلف معه. بالنسبة ليتيمة مثلي، منذ البداية لا أملك أي شيء أحرم منه، كانت خبرة جديدة مؤلمة. المخلصة جودي أبوت التي بدأت تشعر بروعة الحياة. تلك الليلة حلمت حلما مزعجا. اغسلي الأطباق، نظفي الأرض، ليس لك أب أو أم، حقيقة تربيتك في الملجأ ستطاردك إلى الأبد، إلى الأبد، إلى الأبد. السيدة المربية. هذا صحيح، عندما أتخرج من الجامعة ليس لدي أي أقارب، إذن سأصبح وحيدة. بما أني أرغب بأن تدوم هذه السعادة، يجب علي أن أصبح كاتبة. سوف أكتب عن أشياء كثيرة، عن الجامعة، عن أسابيع السعيدة التي قضيتها في الريف. ولكي أتحكم بعواطفي وأتعود على قوة الصبر، بدأت أكتب بحماس. سيدي ذا الأرجل الطويلة، هل ستقرأ روايتي عندما أنتهي منها؟ المخلصة جودي. عزيزي ذا الأرجل الطويلة، بدأ الفصل الجديد. أفكر بثوب الحريري مع التول الوردي، وأنا سأرتدي ثوبي الأزرق المطرز بالحاشية المزركشة. وأنت يا جودي؟ أنا سأتغيب عن هذه الحفلة. ولكن لماذا؟ إني آسفة، سأذهب. حفلة الرقص السنوية كانت مهمة جدا لفتيات الجامعة ليجدوا أزواج المستقبل، ولكن أي واحد من هؤلاء الرجال الأغنياء سيتزوج من فتاة يتيمة لا تملك ثروة؟
أنا أختلف عن سالي وجوليا، ليست لدي أي وسيلة، لا سبيل إلى العيش سوى كتابة الروايات. أرسلت جميع الروايات التي كتبتها إلى المطبعة واحدة تلو الأخرى، ولكن أعيدت لي الروايات بكل لطف وبدون طباعة. الشيء الوحيد الذي كان في مقدمة همومي وأحزاني مقابلة جيرفس الذي كان يأتي لزيارة جوليا كل 3 أشهر. كما قلت بالضبط. حسنا، ثقي بنفسك، ويوما ما سيعترفون بك، صدقيني. ودعني عزيزتي، إلى اللقاء. جودي، يا لك من بنت خجولة. إنه قريبي، ولكن هو وعائلة جودي يلقان لبعض، أليس كذلك يا عزيزتي؟ للآن لم يعرف أحد بأنني من الملجأ. على كل حال علي أن أصبح كاتبة، ولكن لم تقبل حتى رواية واحدة من بين كل هذه الروايات، لقد رفضت جميعها. أتساءل، هل أملك الموهبة لكتابة الروايات؟ لقد قررت أن أقابل رئيس التحرير. ليست لدى شخصيات رواياتك أية حياة. أية حياة؟ أنت تكتبين عن الأشخاص من خيالك، من الأفضل أن تكتبي عن القريبين منك أو عن الذين تعرفين عنهم. عن القريبين مني؟ كل ما كتب لحد الآن كان عن المقربين مني، الجامعة، المزرعة. الشيء الوحيد الباقي هو الملجأ، ولكن لا أرغب بذلك، بالتأكيد لا أرغب في الكتابة عنه. ماذا سيقولون أصدقائي في الجامعة إذا علموا بأني يتيمة؟ لا، لا أستطيع، إنه سر، لم يبقى أي شيء للكتابة عنه. عزيزي ذا الأرجل الطويلة، لن أكون كما توقعت، أشعر بأنني أتمنى الموت، تحطمت كل آمالي. جودي، أربعة وعشرين كانون الثاني، هذا آخر عيد لي في حياتي الجامعية السعيدة. لقد دعيت إلى حفلة في منزل جوليا. تخليت عن كتابة الروايات وبذلت قصارى جهدي لأتصرف وأرتدي مثل سيدة صغيرة لكي أستمتع بآخر فرصة لسعادتي. شكرا أنسة جودي. عن ملجأ جان؟ ماذا عن ملجأ جان؟ ها؟ الرجلان كانا من الذين يتبرعون للملجأ. لا جدوى من دفع التبرعات. أفكر بأن أتوقف عن تبرعاتي للملجأ. أرى أنه لا فائدة من رعاية الأيتام والملاجئ، أليس كذلك؟ إذا أردنا التبرع من الأفضل أن نتبرع لمستشفى أو ما شبه ذلك يا عزيزي. لو تبرعنا لحديقة عامة أو ما يشبه ذلك لكان أفضل، أليس كذلك يا عزيزي؟ شعرت وكأن كل دمي قد ارتفع إلى رأسي. هؤلاء الرجال يتبرعون بالمال ليتباهوا بثرواتهم. عزيزي ذا الأرجل الطويلة، صممت أن أكتب رواية عن 17 عاما التي قضيتها في الملجأ. الملجأ ضروري جدا لأيتام مثلنا. سألقن هؤلاء الرجال الأغنياء درسا، وأعلمهم جدوى مساعدة الفقراء والأيتام. نعم، بالفعل لن أتهرب من ماضي بعد الآن. نعم، سأكتب بكل جهدي. وهكذا بدأت حياة جودي، حياة ملؤها الجد والمثابرة والبحث عن الحقيقة. أحسنتي، إنها رائعة.
عمل جيد يا آنسة، سننشرها في الحال. نعم صحيح. كأنني أعيش حلما، كنت جالسة بغير وعي، ولكن عندما ينشر الكتاب الجميع سيعرف الحقيقة. بعد ذلك لن أستطيع أن أرى السيد جيرفس، نعم لن أستطيع أن أراه. عزيزي ذا الأرجل الطويلة، أتساءل إن كنت أحب السيد جيرفس. لقد لاحظت هذا لأول مرة، ماذا سأفعل؟ أرجوك قابلني مرة واحدة فقط وأرشد هذه الحزينة جودي أبوت. طلبتني سيدي؟ أرسل هذا. حاضر يا سيدي. هل أستدعي الآن سجودي؟ نعم. كيف تشعر الآن؟ إنني بخير الحمد لله. هذه هي أول زيارة لي للمدينة، ولكن قلبي يدق بسرعة، ليس فقط بسبب هذا، بل لأني أخيرا سأقابل ذا الأرجل الطويلة. مرحبا أنا. أنت الآنسة جودي أليس كذلك؟ مرحبا بك. سيدي مريض، أرجوك لا تتكلمي معه كثيرا لأنه سيتعب. تفضلي تفضلي. حسنا. لقد حضرت الآنسة جودي يا سيدي، أتسمح؟ حقا سأراك. من أنت؟ من؟ هذا كتابي. من أنت يا ترى؟ ماذا؟ لقد كان ذو الأرجل الطويلة جيرفس. جودي، ألم يخطر لك بأني ذو الأرجل الطويلة أبدا يا عزيزتي؟ كيف حدث هذا؟ أنا لا أصدق لا أصدق. ماذا كان في ذهنك؟ هل أردت أن تسخر مني؟ أنا لست ألعوبتك لكي تسخر مني. جودي انتظري أرجوك. جودي، أنا لست ذا الأرجل الطويلة بعد الآن، أنا جيرفس بندلتون الذي تحبه جودي كثيرا. جودي، هل تتزوجينني؟ تزوجك؟ لا أستطيع، أنا لست من عائلة بارزة، إنني يتيمة يتيمة من ملجأ. هذا لا يهم أبدا، أنا أحبك من كل قلبي يا عزيزتي. ماذا تقول؟ بعد زواجي كرست حياتي للأطفال، والآن بما أني وجدت الزوج المناسب سأعيش وأفكر طوال حياتي بعمل الخير للمحتاجين والأيتام. هذا هو المقطع الأخير من آخر رسالة كتبتها لذي الأرجل الطويلة.